من 20 مباراة فاز في 8 تعادل في 7 خسر 5 لقاءات. الباطن عاشر الدوري من 20 مباراة فاز في 5 تعادل في 6 خسر 9. كما فعل النصر به في الدور الأول. غالب قاتل عليهم تاس غالب الفريدي من بعيد حاول فيها الفريدي لكن الكرة إلى خارج الملعب. شوف اللقطة الماضية وشوف أحمد الفريدي. هنا جوناثان بينتز بيرسل الكرة الله على التغطية من سعد السهيل في اللقطة الماضية والكرة بتتحول في الجهة اليمنى. جابو بيرسل الكرة باتجاه الفريدي، الفريدي تقدم، الفريدي عرضها لا تصل إلى كامارينكا، الكرة بتبعد، كرة بترجع لام الفريدي ولكن مقطوعة. بحثا عن تعويض الجماهير النصراوية بالتأكيد عن الغياب عن الألقاب، الفريدي بيصنع لها كرة لكن الكرة بتتحول وبالتالي تختم الموسم ببطولة بقيمة كأس الملك. تحصل على هذا الحافز من قبل إدارة النادي، تضرب موعدا أيضا مع بطولة السوبر واللي راح تكون في الموسم الماضي مع بطل الدوري وبالتالي ترجع للمشهد، ترجع للصورة، ترجع لآسيا عبر مقعد من المقاعد الآسيوية في حال إنهاء الدوري أيضا في المراكز المتقدمة. هذا ما بقي للنصر لكن ماذا بقي للباطن؟ يتحدث عن ماذا بقي للباطن. حلوت 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 حلوت. مستحيل لاعب نصراوي شارك في التشكيلة الأساسية في هذا الموسم في الدوري. استلام ممتاز، تسليم ممتاز، الكرة باتجاه كامارينكا لكن خروج المثلوثي في توقيت سليم. شوف الله على جوليهرام بيرسل الكرة يستعيدها بعد ذلك غالب، ممتاز غالب في قطع الكرة وفي بدايتها تعود إلى الفريدي بيلعب لك كرة في المساحة. كامارينكا بالخطوات، كامارينكا عرضية لكن ليست لأحد، من سيصوبها يا كامارينكا؟ سعد السهيل مشاها غالب غالب الله 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 لكن الفريدي ضيعها، الفريدي ضيعها غالب بتمريرات بصناعة الكرة بترجع الآن إلى حارس المرمى وليد عبد الله مشاها الفريدي بيلعب لك كرة في مكان الآن بترجع له من ليوناردو. أحمد الفريدي في نص الملعب ينتظرون ابداع الفريدي، لمسات الفريدي، الكرة بتصل الان في الجهة اليسرى، ممكن لعبيد عرضية بالفعل عرضية، رأسية ممتازة من دفاعات الباطن، سلطان غنيمان، الكرة بتتحول الان باتجاه احمد الفريدي، يرسل الكرة 1 2 مع ليوناردو، الفريدي استلم، الفريدي تقدم، الفريدي تلاعب، الفريدي حاول لكن طالت، لكن طالت لكن راحت، الكرة بتصل بعد ذلك، شوف كامارينكا. النصر يريد أن يكثف من هجماته، يريد أن يضيق وأن يحاصر على دفاعة الباطن. جابو بيلعب للكرة، محاولة من ساسي، ساسي تقدم لكن العرضية، العرضية سهلة جدا، ضعيفة جدا، الكرة بتصل باتجاه فرجاني ساسي بيلعب للكرة باتجاه إبراهيم غالب، إبراهيم غالب يصنع الكرات، يحرك اللعب الآن، الكرة بعد ذلك من سعد السهيل، الكنترول يا سعد في كرة القدم يأتي قبل كل شيء، قبل كل شيء، دخول أيضا كبديل اضطراري. باقي ربع ساعة على الشوط الأول، الباطن سجلوا وقفلوا، الكرة بتتحول الآن عن طريق جابو. يا سلام يا سلام على النظرة، على التمريرة سعد السهيل عرضية لكن قصيرة ضعيفة، الكرة بتعود في نص الملعب إلى غالب، نقل الكرة في الجهة اليسرى، ليوناردو سيطر، ليوناردو عرض لكن لمن يا لمن يا ليوناردو؟ كامارينكا يحاول هروب، الكرة بتتحول الآن باتجاه الفريدي، الفريدي وقف، الفريدي مرر، الكرة وصلت باتجاه سعد السهيل، سيطر عليه لاعب على لاعب، الله الله الله. شوف جوناثان بينيتس من وين جاي؟ جوناثان ترى هذا جناح يمين، ممكن صانع لعب شوي كان هو اللي ضيع الانفراد، والآن شوف باك شمال ساسي بيرسل الكرة باتجاه غالب إلى فرجاني ساسي، تمريرة في مكان سليم، جابو يحاول لكن طالت، طالت الكرة على جابو وتحولت. هذا عبد المؤمن جابو، لا يكفي بأن
تأتي إلى هذا المكان لا يكفي، يجب بأن تبقى في هذا المكان حتى بعد رحيلك. حديث لأي لاعب أجنبي، لا يكفي أن تأتي إلى هذا المكان، عليك أن تبقى في المكان حتى بعد رحيلك، بذكرياتك، ببصماتك، بأهدافك، بإنجازاتك. والكرة بتتحول الآن عبد الملك الشمري في الجهة اليسرى، مراقب، متابع، عرضية، استلام ممتاز، الله على كرة، متابعة. يا سلام يا سلام يا سلام، سلمان المالك الآن يتابع الرئاسة، الضغوطات، رئاسة نادي النصر ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر السهل. الآن النتائج أحيانا تسوي كل شيء وتتعاقد، تحسب الحسابات، لكن فجأة الأمور كلها تختلف، فجأة الأمور تختلط. الآن الفريدي بحثا عن تقليص الفارق، كرة بتصل إلى جابو، الله على قطع الكرة، المدافع بيخلصها لويس باولو، بيرسل الكرة إلى جورجي سيلفا. جورجي سيلفا معنويات عالية، مشتاقين لاعبي الباطن لمباراة، لفوز، مشتاقين بالتأكيد. الكرة الآن جابو، يا سلام جابو، بمشيها بيلعب الكرة في مكان إلى الفريدي، الفريدي بيغير الاتجاه، الفريدي بيرسل الكرة في مكان باتجاه عبد الرحمن لبيد. النصر الآن بدأ يستشعر الخطورة، عرضية، الكرة في مكان، لكن ممتاز المثلوثي. كانت له فترة أيضا جيدة حقيقة مع الهلال وأولمبي الهلال. هنا فرجاني ساسي، ساسي في نص الملعب، الكرة بتتحول مرة أخرى في مكان، بتصل الآن مرة أخرى في الجهة اليمنى لمصلحة النصر. النصر يعاني حقيقة، لا ينجح في صناعة فرص حقيقية ولا خطورة كافية. جابو بيرسل الكرة لفريدي لمسة، غالب بيغير الاتجاه، لكن شوف الانضباطية، شوف الالتزام، شوف الضغط على حامل الكرة ليوناردو، الكرة بالطول وبتتحول إلى رامي التماس. على كأس الملك بدأ يقلق على شكل فريقه، بدأ يقلق على آخر ما بقي من بطولات هذا الموسم. شفت يا باتي، شفت يا باتي، شفت يا باتي، ولكن بعد ذلك عبد الله ماتو، عبد الله ماتو، مهنا العنزي في الجهة اليمنى. يعني تقدر تتكلم بشكل حقيقي وتقول لم يتم صناعة فرصة واحدة لكابانانكا في الأربعين دقيقة اللي راحت، ان في كرة تم صناعتها لكابانانكا وهو ضيعها، ما في، ما في. الكرة بتتحول الآن في نص الملعب، الآن فرجاني ساسي، فرجاني يتقدم، حاول فيها، طالت لكن بخطوات، الآن مر من لاعب من الثاني، الكرة ما زالت معاه، يتقدم الآن ساسي، بيغير الاتجاه في الجهة اليمنى، الكرة بتعود بعد ذلك لسعد السهيل، سعد السهيل عرضية، ولكن التغطية من لويس باولو. سعد السهيل ما زالت في الملعب، ما زالت في الملعب يا الفريدي، الفريدي بيلعب الكرة، مهنا يبعدها من جديد، غالب ساسي وحاول، ولكن مقطوعة، مرتدة وصلت للمبدع لجوناثان للرقم 12، هذا الآن يتقدم، مو بالرقم 12 في الباطن، هذا الرقم واحد. الكرة بتتحول الآن عرضية، الله، متابعة عدت يا بينيتس، عدت، بينما أهم اللاعبين جوناثان بينيتس. كرة بتتحول الآن مرة أخرى في مكان سليم، فيها محاولة، فيها تقدم، فيها بينية، كابانانكا لمسة، كابانانكا، ليوناردو، ليوناردو من بعيد تصويبة، الكرة تصطدم، الكرة بتتحول الآن. الشوط الأول انتهى والوقت بدل ضايع أيضا، يعني شرف على الانتهاء، وأعتقد بأن الشوط سينتهي بهذه النتيجة اللي يتقدم من خلالها الباطن بهدفين نظيفين، تقدم حقيقة مستحق، نتيجة مستحقة في واحد من أفضل أشواط الباطن قياسا بالأسابيع الماضية أو الجولات الماضية. كرة أخيرة في هذا الشوط، كرة أخيرة في هذا الشوط، وصلت إلى جابو، جابو بيلعب الكرة، الله على التمريرة في الجهة اليمنى، متابع الفريدي، تأخر تباطا، ذهبت الكرة إلى ضربة ركنية، الحكم لن يعطيه فرصة إرسالها لأن الوقت بدل الضايع انتهى، والصافرة تنحدث. شوط المباراة الأول بتقدم الباطن.